ومن جريدة الجمهورية، ضبط لوحات أثرية للسيد المسيح بالمطار ترجع للقرن الثامن عشر. ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي 8 لوحات أثرية مع راكب إيطالي الجنسية ترجع للقرن الثامن عشر، بها رسومات للسيد المسيح وزعماء إيطاليين أخفاها داخل حقائبه لتضليل رجال الجمارك. أشتبه مأمور الجمرك في أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من روما في الراكب، وبتفتيش حقائبه عثر على 8 لوحات ترجع للقرن الثامن عشر، منها لوحات لزعماء إيطاليين. وللتعليق على هذا الخبر معنا هاتفيا الأستاذ أحمد الراوي، رئيس الإدارة المركزية للمنافذ بوزارة الأثار. صباح الخير يا فندم. صباح النور، أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذ أحمد. أستاذ أحمد، يعني ما موضوع هذا الخبر الذي نشر في جريدة؟ تماما عن الصحة. ليس صحيح؟ ليس صحيحا، إنما كان راكب قادم من روما، راكب إيطالي الجنسية قادم من روما معه تلك اللوحات، وتم عرضها وارد كمان سعادتك وارد يعني قادم الى مصر، وتم عرضها على مركز الوحدات الاثريه بمطار القاهره الدولي، وتشكلت لجنه عن الفور. ومن ضمن اللجنه اعضاء اللجنه عضو من الفنون التشكيليه بكليه فنون تطبيقيه، وتمت المعاينه، وهي لوحات عاديه جدا ولا تخضع لقانون حمايه الاثار. يعني لوحات ليست اثريه. ليست اثريه. وبعدين هقول لحضرتك حاجه. اتفضل. الأخطر الصادر يخفيها وهو مصدرها خارج مصر، أما أنها تدخل مصر فمصر ليست سوقا كما تعلمين، ليست سوقا للوحات الفنية وهي المشهورة عالميا. صحيح. ولكن هذا خبر لا أدري يعني كيف تسرب، والمحضر معنا يعني محضر المعاينة بمركز الوحدات الأثرية بمطار القاهرة الدولي. تمام. يعني لذا وجب فقط التصحيح، لأن هذا الخبر نشر في جريدة الجمهورية. أستاذ أحمد، تقاطع الأخوة الزملاء في الجمارك ربما شعروا أنها ترجع للسيد المسيح، لكن لا، أتت من الصح. هي لوحات عادية في مثل مطار الأقصر أول امبارح. لوحات عادية يعني مش أثرية. لوحات عادية جدا، لوحات عادية جدا، وبعدين سهل تقليدها، وممكن أعمل لوحة جديدة جدا وأضع عليها تاريخ جديد، يعني ما فيش مشكلة، تاريخ قديم قصدي. هناك خبر، المفروض كان الخبر من مطار الأقصر. إيه اللي حصل يا فندم؟ أول امبارح تم ضبط 870 قطعة عملة أثرية من العصر اليوناني الروماني والعصر الإسلامي وعصر أسرة محمد علي وعصر السلطان حسين كامل وعصر الملك فؤاد وعصر الملك فاروق. ده خبر مهم جدا. وتم إحالة المتهم إلى النيابة، النيابة العامة. تمام. إذن الحادث في مطار الأقصر، 170 قطعة عملة أثرية. 870 قطعة. 870 قطعة. 870. 800 يعني عدد كبير جدا حضرتك، عدد كبير جدا. وده كان مسافر، يعني اصلي مهرب للخارج. مهربهم للخارج، وقاعده تنظر امام نيابه الاقصر الان. تمام. شكرا لك، شكرا جزيلا على هذا التوضيح الاستاذ احمد الراوي، رئيس الاداره المركزيه للمنافذ بوزاره الاثار.